انا ملي جوزت ولدت البنت الاولانية البكرة ولدتها في الدار، راجلي تيقول لي ما تمشيش تولد في السبيطار، تولد في الدار. ولدت في الدار ودا جيت الشفاعات يميم بنانية ووالديا ونسيبتي كلهم كانوا يجيو يتخو ويوجدوه في الليل تزموريت وكل شيء الجمعة كلها. وخرقة خمريت مني، حنا عندنا نفيسة في الماروك ما تتنوتش من الفراس وتشربي الناس، تتبقى في الفراس 8 أيام كلها. كتجي القابلة الميالدة، القابلة كتجي تتغسل لنا، تتغسل التينوك وتتبدل لنا المطايم في الكاتري، وتنبقاو هايدا بحال مالكا تنكونوا في الفراس. وتيجيو المشباح وتي انا النفيسه 8 أيام الكيسه، 8 أيام كلها تنبقاو في الفراس، 8 أيام حتى تنولدوا، عاد نور 8 أيام عاد تنوضوا من الفراس، تنبداو نوقفوا تنادوا، تعرف كيف تنولدوا تنخلوا شويه، تتجي القابله تعمل لنا المساس في كرسنا وتعمل لنا هيدا وتصب لنا بماكيفيت باش ما تكبر لناس الكرس. 8 أيام كلها، ووالدي تيجيو تيقضيو ليه ويطبخوا كلشي، وملي تدوز النفاس وتنوقفوا على رجلينا تنعملوا كلشي بوحدنا، كل واحد في الدار ديالو، كل واحد تيعمل اللي يحب كلشي. مجي كتولد تيجيو يشوفوا الولد تيهزوه لا ما تجبدوش بجنيو هنا كنتو كتفرحوا الناس. لا الولد كنا نقول التربية كلها صغيرة ما كانش جبدوهاش 8 40 يوم 40 يوم ما كانش جبدوش التربية الجنقة، غير اللي يكون الحال يبدا يدر في النهار هي افال، غير اللي تغرب الحال شويش الصور تجبد التربية الجنقة 40 يوم والحوايج ديالها ما يتربيتش على برا. كان دي كان كازي ولد صغير العين على العين راه تيقول على العين راه كنا تنعملوا البخور. اوكي تنعملوا البخور، تنبخروا تنقولوا في البخور ملي كنعملوا البيخام تنشعلوا الفخر، وتنعملوا البخور تنعملوا عين بوك وعين امك وعين الزهر وعين الجيران وعين دي تخلي كيما استمرت واحد اللي دخلوا مع عين كبيره تاكلوا تنطفيو له العين ديالو في هذاك البخور، تنعملوا لهم البخور زي ما شاية. أبل هنا في إسرائيل في داك الشيء. لا الماروكية في الماروكية.